حياكم الله في متحف القهوة الذي يعتبر أول متحف نوعي متخصص في المملكة والخليج والعالم العربي في تاريخ القهوة من القرن الخامس إلى القرن الواحد والعشرين. كما هو معلوم أن المتحف لا رسالة ولا هدف. الهدف من المتحف هو رصد طرق زراعة وحصاد وإعداد أشهر مشروب في العالم بعد الماء اللي هي القهوة. ورسالة المتحف هي تسليط الضوء على وجه من أوجه كرم الضيافة العربية. تفضلوا. طبعاً هذا أخوي عبد الله. طبعاً هذه حماصة قديمة جداً استخدمت في الأحساء في الخمسينات. المتحف خيري، 10 ريال تذاكر و10% من قيمة التذاكر نتبرع بها جمعية الخيرية في الأحساء عندنا هنا. هذه شجرة العائلة للقهوة، عملت الجمعية الأوروبية للقهوة على مستوى العالم، ترجمناها وخلناها من اللغة العربية هنا. هذه آلة استخدمت في القرن 18 لمعالجة القهوة. كما معلوم أنه القهوة تتعالج بثلاث طرق: القهوة المجففة، والقهوة العسلية، والقهوة المغسولة. الدول المنتجة للقهوة على مستوى العالم: البرازيل، فيتنام، إندونيسيا، كولومبيا، إثيوبيا، بيرو، هند، أيضا السعودية. طبعا تاريخيا السعودية واليمن هي الأساس عندنا هنا. السؤال: هل تستخدم المناجل في أمريكا؟ قديما. طبعا هذا البن الآن يعتبر أول بن سعودي انتج في الداير بني مالك. طبعا أخوي محمد هنا أعتقد هذه أنواع الدلالة. طبعا هذه قصة، هذه البترينة بس مبسطة تحكي لك قصة وصول القهوة إلى مكة، ومن مكة انتشر إلى العالم. عادة بدأت طقوس تناول شرب القهوة بين أتباع الطريقة الشاذلية في اليمن اللي هو جنوب المملكة، وانتقلت إلى مكة المكرمة عام 1490 ميلادي، ومن مكة المكرمة يعتبر المقهى الأول في العالم وبعدها إلى العالم. وهذه بعض الدلال اللي استخدمت في مكة، وأقدم صورة صورت للحرم الشريف عام 1880 ميلادي، ومصحف مكتوب مائدة الذهب، وكتاب تفسير، وكتاب أدب. كما هو معروف لما وصلت القهوة إلى الجزيرة العربية ممثلتنا الآن بالمملكة العربية السعودية، شو اللي حدث؟ حدثت ثورة صناعية، جميع الحرفيين في المملكة قديما سخروا لصنع أفضل أدوات التقديم والتحضير والإعداد. ومن هذه المناطق منطقة الأحساء تزغر الحقيقة بالحرفيين، وهذه أدوات صفار حساوي قديم عمره أكثر من 200 سنة، وهذا يحكي لك إبداعات أهل الأحساء في صنع أفضل أدوات التقديم والتحضير. أما هذه الصورة، صورة مرسومة بمية القهوة لصفار حساوي قديم. طبعا هذه هي الأدوات اللي يستخدمها النحاس وصيانتها، وتجديدها الأصح. طبعا هنا هذا الشتوت، الشتوت اللي استخدمت لحفظ الفناجيد. أما تحتنا وتشوف فنجان عمره أكثر من 150 سنة، انكسر، ما يرمى، يتجبر. فكان التجبير أرخص من المشترى، فالأباء والأجداد أبدعوا في الصناعة وأبدعوا برضه في الصيانة. وهذا يعطي بعد للجيل الحديث أن الآن التطور اللي يوصل عندنا الآن والبيجن والرؤية مو بغريبة. الأباء والأجداد سبقين من مئات السنين نصنع عندنا صيانة. والتجبير دائما يكون عن طريق ربطة يعني. نعم، ممكن عن طريق ربطة، وممكن يكون عن طريق بعض المواد العشبية اللصق. طبعا هذه المبردات القهوة، طبعا مبردات القهوة. نعم، هذا من أفضل المبردات اللي استخدمت عندنا. طبعا مبرد اللي هو القصيم، طبعا هذا من افضل المبردات اللي استخدمت قديما عندنا في المملكه العربيه السعوديه. اما هنا طبعا هذه منكهات القهوه العربيه قديما. عاده القهوه تتنكى بكذا طريقه: الطريقه الاولى عن طريق القمر، والطريقه الثانيه عن طريق مع التحميص، والطريقه الثالثه عن اضافه نوع من انواع الحطب ليصبغ نكهه على المشروب. نعم، اللي هو طال عمرك ليشنا والزنجبيل والقرنفل اللي هو احنا نسميه مسمار او نسميه عويدي ساعات، والزعفران والهيله. طبعا عاده تقدم القهوه العربيه مع التمر او الرطب، وتتقدم مع العود تحضير تقديم القهوه العربيه. طبعا هنا ادوات تحضير القهوه العربيه. القهوه العربيه ادواتها من الدلال وانواع الدلال، وعندك انواع الجور، ماس، منفاخ، أدوات تحضير القهوة العربية، ومعلاق. نعم، طريقة التحميص أو حماس القهوة.
نعم. الناس والنجر الهاون. طبعا ابداعات الحرفيين في المملكه القديمه ابداعوا في صنع افضل الادوات ومنها المحاميس. طبعا المحماس النجراني هذا الاول. نعم. المحماس النجراني. المحماس القطيفي وهذا القطيفي. نعم. المحماس القطيفي. نعم. محماس الاحسائي وهذا الاحسائي. محماس الرحاله هذا الرحاله حق المسافرين. المسافرين. نعم. هذا محماس الشغدلي. طبعا تعتبر هذه من المحاميس القديمه اللي استخدمت الشغدلي. الشغدلي اسم عائله فحاي. طبعا هذا ونسب المحماس نسب لصانعه ابراهيم. طبعا جميع الحرفيين ابدعوا في صنع القريشيه الحسويه. نعم. طبعا قريشيه الحس سلسله قريشي في قريشيه الحس قريشيه حالي قريشيه ماك قريشيه بس اسم ديزاين الحس على شكل هذا القريشيه وكل صانع اتوقع شارك في له ديزاين معين يشتهر فيه. صحيح. في عندك طبعا هاي دله قاسم. نعم. عائله اسمها قاسم اشتهروا بصنع هذا النوع او هذا الديزاين. صحيح. من الدلال. وفي طال عمرك دله القرينيه عائله القرينيه اعتقد. وفي دله الاشول نسبه الى عائله الاشول وعلي السالم. دله علي السالم ولها اسم عند اهل الباديه اسم عليان. دله عليان. نعم. هنا واللي هو طال عمرك دله الكويتي هذه عائله الكويتي. سته. نعم. سته الكويتي هذا القرشيه. نعم. وتحدثت حديث جميل اخوي ابراهيم عن شكل القريشية وإبداع أهل الحسا في صنع الدل الحسوي طول اللي تبين على الكرم والإذناء ممكن تشرح. نعم. طبعا الصانع الأحسائي أبدع في صنع أدواته فهذا الصانع يتغزل في البيئة ويتغزل زوجته حبيبته ويعطي بعد الثقافي والديني للأحسا. الأحسا كانت تمتاز قديمة بالمآذن وهذا يعطيك فوق اللي هو المأذنة. هذه المأذنة. نعم. وبالنسبة للمصب يعطيك إنه النخل أو السعف والكرم واليد مسكة الخصر وأما تحت يعطيك الردف والخصر المرعى. طبعا هذه الدلة الحينية وهذا إبداع الصانع عن جميع المنكهات القهوة حطها في البرد وفي القطع. توضع بقطع للدلة. نعم. طبعا هذا سامل بسيط من الدلال اللي اشتهرت في اخوي. نعم. ابراهيم دله عمانيه. طبعا هذا الدله العمانيه. اي هذه الدله العمانيه. هذا الدله العمانيه صنعت في عمان واستخدمت في قصور السلاطين العمانيه. نعم. تعتبر من اندر الدلال اللي استخدمت. اما هذه الدله البحرينيه. نعم. عثمانيه. رسلان الاب. نجرانيه. حمصيه. نصرانيه. دله القشير. دلة عزيرية هذا من أقدم وأفضل الدلال اللي استخدمت عندنا قديما. يقول لك إن الحرفي نحات الصخر ما سلم من صنع أفضل الأدوات ومنها النقاير. النقاير اشتهرت عندنا في المملكة قديما ثلاث نقاير. نقيرة نجد اللي هي رقم 3 طبعا استخرجت من جبل طويق. ونقيرة الجوف اللي هي رقم 2. نعم. نقيرة الجوف ونقيرة الحوطة. طبعا هذا من اقدم النقار اللي استخدمت عندنا وهذا تعتبر اعمارها توصل الى 200 300 سنه. طيب كانت تستخدم القهوه والحبوب ولا جميع الحبوب؟ يعني طبعا جميع الحبوب ولكن شوف لو تشوف انت الان كان بيوت العربيه عندنا في الحسا استخدمت هذه واستخدمت وين؟ برضو في نجد. لان في مصهره بين نجد والاحساء فكانت ثقافه واحده فكان فيها يعني اثنين في واحد. تبريد القهوة في السطح بعد طحنها على طول. ليه؟ لأن بعض مناطق المملكة كان ما يتوفر فيه النحاس فيستخدمون الحجر. المدقات ثلاثة حجري والنحاسي واللي هو الخشبي المهباش. طبعا هذه يعني طبعا هذه فنجيل قديم. المعلومية هذه فنجيل قديم استخدمت في استقبال الملك عبد العزيز الأحسن لما زال الأحسن. فنجيل بعد له تاريخ. صناعتها اخوي ابراهيم الفنجيل صيني. صيني طبعا كان من قبل فخاري بعدها تطور جهاله كذا وبتشوف الفخاري الان. هنا ادوات تحضير القهوه الاثيوبيه. اصل القهوه المشروب عندنا من جنوب المملكه اصل القهوه ولكن ان فريق اخذ الفكره ولكن عندهم طقوس وعادات عندهم بعض
البروتوكولات البسيطة، محماس دائري لو شوف مثل التاوة، عندهم طاولات وعندهم طقوس معينة لتحضير القهوة، عندهم الدلة بتكون من عن طريق فخارية يسمونها الجبنة. هنا أدوات تحضير القهوة العثمانية، طبعا هذه أدوات تحضير القهوة التركية والعثمانية. العثمانية أضافة السكر في المشروب، وتقديم المشروب برضو مع الحلى يعني الحلقوم أو بعض المكسرات، وغيروا أشكال البلان، بعض أشكال البلان غيرت أشكالها. طبعاً تحضير القهوة الأرتيرية. نعم الأرتيرية، نعم تحضير القهوة الأرتيرية تحت، نعم صحيح. طبعاً اللي فوق الجبنة استخدمت عندنا الجازان فخارية اللي فوق بذن الأربع. نعم هذا الجبنة استخدمت عندنا بالجيزان قديماً. طبعاً هذه أدوات تحضير القهوة الأثيوبية، في تشابه بسيط لغرب المكان بينهم. طبعاً هذه قصة كوبي لاوك أو قصة القط اللي يأكل الثمر في وقت الحصاد وبعدها يخمره في المعدة 40 ساعة. المعدة تفرز بعض الأنزيمات تتفكك البروتينات وبعدها تكرمون يخرج برا ويجون الاندونيسيين ينظفونه ويعملون مشروب. يعتبر هذا أقوى مشروب الآن في العالم. ليه؟ لقلة عرضة 50 طن في السنة تقريبا. نعم هذا كوبي لوك. هنا طبعا دلال القهوة ودلة القشر، وهذا يعطي بعد ثقافي وحضاري ان احنا الاباء والاجداد ما كانوا مستهلكين يستفيدون من اي شيء. هذه دلال وهذا دلة القشر، والقشر يصنعون من او يعملون من مشروب القشر ويستخدم الى وقتنا الحاضر. وله فوائد، له فوائد صحية. نعم قشر القهوة له فوائد صحية. قصة وصول المشروب إلى الساحل الشرقي مؤثرة الآن بالمنطقة الشرقية. وصلت القهوة إلى الساحل الشرقي في القرن السادس عشر ميلادي عن طريق التبادل التجاري. ميناء عقير هو البوابة الوحيدة إلى داخل المملكة قديما، وهذا يعطي قوة وبعد حضاري من الآباء والأجداد ابدعوا في الصناعة والزراعة والبحر مثلا منهم. بالنسبة لهذا لؤلؤ حقيقي، لؤلؤ خليجي، هو الصدفة من أول يوم لآخر يوم، وطبعا يكون عن طريق المغايضة أو عن طريق النقود، والجنس نستورد يعني اللي هو الزعفران والهيل والقرنفل والمنتجات الثانية والقهوة. وهذا صنع أهل الأحساء واستفادوا من شركة أرامكو بالخمسينات، وسخروا جميع الأدوات في الشركة لصنع حماصة قديمة تحمص لها تقريبا أكثر على الغاز. نعم عن طريق الغاز. نعم طبعا هذا الغاز وشغال على العموم على مهل عليه. طبعا هذا لو تشوف انت هنا، طبعا انا اخذت جاربج، اخذت حديد مكتوب خردة. طبعا ما هذه اخضر مطحنه قديمه، مطحنه خشيت دخلت عندنا في الاحساء. اي وحده هذه تعمل عن طريق الليستر او طريق البكستون، كان قديم الكهرباء غير متوفر بنفس القوه الان، فكان يستخدم عن طريق هذه الطحونه. طبعا عن طريق الديزل. الديزل أيوة. طبعا كما هو معروف ان القهوة قديما كانت في العادات والتقاليد، الان في الاقتصاد يعتبر ثاني مدخول بعد النفط اللي هي القهوة. وهذه بعض العملات لدول اتخذت القهوة شعارا لها، الكونغو، كيبلاوس، اوغندا، ودولتين عربيتين حقيقة تبنت الموضوع هذا، الدولة الجمهورية العربية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللي موضعوا شعارات القهوة في العملات. طبعا اخوي ابراهيم هذه مطحن قهوة صحيح، ومختلفة الاحجام على حسب الكمية المراد طحنها. صحيح رقم الاحجام هي من 0 1 2 3 4 5 من 0 الى 5 فقط. طبعا هذا يعطيك قوة المشروب، وصل واصبح دعاية للكالندرات والتواريخ، وتوضع عليه مثلا طواحين لان المشروب هذا صار عالمي ولا قوة. نفس العملية في الثرموستات في التمبريتشر هنا. هذه طريقة اعداد الخياطة. نعم خياطة الخياطة والشوالات صحيح القهوة. طبعا هذه آلة يدوية خياطة لتخيط الخياش القهوة قديمة. طبعا هذه عربة قديمة استخدمت في القرن الثامن عشر في أمريكا اللاتينية لحمل خياش البنت.
وهنا الميزان، هذا ميزان القهوة. طبعا هذا ميزان مؤرخ عمره عام 1317. طبعا العنب، وهذا يعطي قوة وبعد حضاري، لو تلاحظ ان جميع الشعارات على العنب هذه عليها صور عربية، وهذا يعطي اثبات ان اصل المشروب عربي. قديما في نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر العنب اللي ما يوجد عليها شعار عربي ما تشترى، لانه يعتبر مش ذو جودة، فهذا اثبات ان اصل المشروب عربي، وهذا العنب هذه تثبت الفكرة هذه والمعلومة. طبعا هذه علب قديمة عمرها توصل إلى 150 سنة. طبعا هذه محامس على مستوى العالم، بعضها أوروبي، بعضها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا، إفريقيا. طبعا هذه متعددة الأنواع والأشكال، بعضها غازية، بعضها بالفحم، بعضها عن طريق النار مباشرة. ولكن الغريب في هذه الحفلات أنه ما تغير الطعم ولا الريحة، وهذا ولا يدخل فيه الهواء، يكون أندر فاكيوم، استخدمت قديما لحفظ القهوة بعد التحميص. هذه مطاحن قهوة لها أشكال متنوعة ومختلفة وبأحجام مختلفة، تجد منها الصغير، تجد الوسط، الكبير، وبأشكال حلوة، وهي تعتبر يا أخوي أبو إبراهيم من أقدم المطاحن. نعم صح. طبعا هذه من أقدم ويدوية، طواحين من جميع أنحاء العالم، لك بعضها من روسيا، بعضها من ألمانيا، بعضها من أمريكا اللاتينية، بعضها عندنا موجود هنا من نفس الشرق الأوسط، بعض من آسيا. طبعا هذا الشيء يفرق يا جماعة الخير، الدول الغربية أفرقت عنا بتطوير المنتوج، تطور المنتوج طاعت عندهم اللي هي في سي دي ستي، موكا، كابتشينو، كيميكس، اللي هي سايفون، كوفي ميك اب، هذا دول قديمة من جميع أنحاء العالم تحضير القهوة، بعضها عن طريق الغاز تعمل، بعضها عن طريق الفحم، بعضها كهربائي، قديم من جميع أنحاء العالم. طبعا هذه بعض الغليات لتحضير القهوة. طبعا هذه فاكيوم أو سايفون، تاريخها عام 1880، كيميكس، كوبي ميكر، آيس كوبي، بي سيكستي. هذه القهوة على مستوى العالم، طبعا هذه مرورهم وختومهم عن طريق الرسائل، مرسلاتهم من العقير. عندك كله هو زكاة القهوة عندنا في الأحساء قديما قبل توحيد المملكة، أقدم فاتورة بيع مشترى قهوة عام 1900، وبيع ثاني فاتورة عام 1904، جهاز برقيات كان يستخدمه المورد. طبعا تحميص القهوة له درجات، نعم سعد، تحميص درجات التحميص درجات رقبة المستهلك، نعم والطحن. كما هو معلوم ان القهوة تحتوي على أكثر من 1000 مركب كيميائي، وأن المركبات الكيميائية المعروفة اللي هي الكافيين، هذا الكافيين في بلاد يابان كافيين بيور كافيين نقي 100%، جلبناه الحقيقة من مختبرات أمريكية ليعطي بعد تعليمي للمتحف. وعادة يستخلص الكافيين من القهوة ومن الشاي، وهذا كافيين 100%. طبعا اللي جنب الكافيين هذا علبة عليه مؤسس المملكة، هذه العلبة علبة عليها صورة مؤسس المملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذه أقدم علبة في العالم ولا توجد في أي متحف إلا هنا، حصلنا عليها بعد جهد جهيد، وتعتبر من الأدوات القيمة في المتحف. من أي بلد أبو؟ من ألمانيا. تبدو جيبة تسكن من ألمانيا. نعم ألمانيا، طبعا من زادات دولية وعالمية. طبعا هذه مطاحن قهوة من أخوي أبو إبراهيم من مناطق مختلفة، طبعا من قارات مختلفة من العالم، بعضها طواحين أوروبية، وبعضها طواحين من أمريكا، وبعضها طواحين من آسيا، بعضها أفريقية. على حسب ما عرفت من أخوي إبراهيم إن في بعضها شريتها من البيوت. نعم بعضها من هذه الطحن الكبيرة حصلناها من منازل متخصصة أمريكا، يعني من تاريخهم وشريناها. طبعا هذه الطحانة جلبناها من أمريكا باستخدام تجاري كهربائي تيار 110، هذه برضو من آسيا دولة أسوية، برضو استخدام تجاري. هذه طحونة، هذه طحونة كبيرة جلبناها من واشنطن من أمريكا، برضو كانت تستخدم استخدام تجاري، وحصلنا عليها برضو من أحد المناسب في أمريكا، ويدوية. يدوية نعم يدوية. والأخيرة أولها هذه طحونة برضو استخدام تجاري، ولكن جلبناها برضو من إيطاليا، كان استخدام تجاري برضو من المنازل.
أما هذه الطاحونة تعتبر طاحونة عربية من لبنان في السبعينات. طبعا هذا أنواع من أنواع الخياش كانت تستخدم في ميناء المخا لتصدير البن للعالم قديما وحاضرا. أما هذه غلاية استخدمت في بعض المقاهي في أمريكا في واشنطن. طبعا هذا المجر يعتبر مقسمات تكبيرية لبعض شكل من أشكال النجور، وهذه الدلة قرشية الحسن اللي شفتوها تحت عملناها مجسم كبير برضو تكبير لها يعني مقام قرشية الحسن. هنا طبعا تحليل صحفي الشقيق تحتضن أول مدحم متخصص بالقهوة. طبعا المدحم تحت منظمة هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرخص رسمي. المدحم نال جوائز شكر وتقدير من داخل المملكة وخارج المملكة. أما هذا الموقع يعتبر مختبر لتحضير القهوة، نعمل فيه بعض التجارب ونعمل بعض العينات للزوار بالتنسيق المسبق. نشوف هذه اللي هي انواع الكباريت اللي استخدمت في كل المقاهي. نعم في المقاهي على مستوى العالم. نعم صحيح على مستوى العالم. صحيح. شوف ابو عبد الله، طبعا بالنسبه للبلد عندنا احنا هنا استخدمت هذا وسلامة عندك وسلامة ايضا اللي يعني. هذا اللي احنا يعني ما نقول نذكرها، نسمع منها نسمعتيها عشان طبعا العلمية. المتحف هذا يعتبر مبادرة ودعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والرئيس الهيئة سابقا الأمير سلطان بن سلمان كان توجيهاته أن يكون عندنا متاحف نوعية متخصصة. والحقيقة المتحف يدرس التراث الشعبي هو المبادر الوحيد على مستوى المملكة، وحول المتحف هذا اللي يكون أول متحف نوعي متخصص في تاريخ القهوة من القرن الخامس إلى القرن 21 على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط. طبعا هذا المختبر احنا نعمل فيزيكستي، نعمل سايفون، نعمل الكيمكس، نعمل القهوة العربية وبرضه القهوة تصميم بالرمل على حسب الزايد بالتنسيق المسبق، نعمل عينات تتذوق القهوة على ما يعني. موضوع تقديم الفنجان يعني أجمعوا على أن الفناجيل الثلاثة الأولى تصب للعجيب والكريم والشجاع، هذول يقدمون رؤية كل شخص حسب رؤية كل شخص، ففيها لي والله وجهة نظره أن العجيب هذاك يقول لا الكريم، فمثلا الضلماوي قصيدة ولا راح نذكره بعد شوي واضح اللي بربيعان تسامح تسامح على القصيدة إبراهيم لو بس توضح لنا. طبعا هذه اللوحة كانت تستخدم في العيادات قديما في أوروبا وأمريكا لقياس مسافة النظر، مثلا فوق من 20 إلى 180 اللي هي من قدم 20 إلى 180 قدم أنا فوق. أما تحت آخر شيء لو تشوف من 20 إلى 15 قدم لقياس النظر، هذا يعطي قوة أن هذا المشروع داخل حتى قياس النظر والنظر للعيادات إنه كان من المشروبات المشهورة على مستوى العالم. أخوي أبو إبراهيم على جهدك المبذول في المتحف، أعتقد هذه هدايا من أحد دول الخليج. طبعا هذه من دولة الكويت. نعم يعني يعتبر من المتاحف المميزة الشخصية على مستوى الخليج. الحمد لله فضل الله يعني دعمكم من المتحف وصلت شهرته إلى مستوى الخليجي والعربي، وإن شاء الله نوصل للعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقك تستاهل والله أخوي. حياكم الله، فرصة سعيدة إن شاء الله. تستاهل. أخوي إبراهيم هذه آلة كاشيك. نعم محاسبة أمريكي. محاسبة وجايبة من أمريكا. طبعاً هذه محاسبة قديمة نحصلناها في بعض المقاهي. ممكن نشوف نجرب. وشرناها وجبناها قديماً تستخدم الكاشيك. أنا والله توقعنا فيه فلوس يعني. لو شوف تفتح هذا الآن يعتبر اسطوانات وكاسيت ورادو. هذا من اقدم الصناديق. طبعا هذا يستخدم كان قديما في بعض المقاهي. اي ما شاء الله. نسميها بشتخته. اي بشتخته. تستخدم في المقاهي. المقاهي الاغاني وهذه ابراهيم ما طبعا هذه كانت تستخدم في ارامكو للتنزه في البحر يسخن فيه الماء ويستخدم حق برضه حق الكافيات. ممتاز. استخدمت في ارامكو هذه. حلو يا سلام.